ما نكذبش عليكم، في واحد الوقيته كنت كنفكر كنقول صافي انا ما كنولدش نزوج، وهو شوف سبحان الله ربي كبير، قلت ما يمكنليش انا نظلم داك الراجل معايا، حقاش كنبقى نفكر شوفو حتى شي وحده ما كتبغي تجي عليها شي وحده اخرى، ولا خصوصا النفس ديال العيالات في شكل صعيبه. ولكن صراحه واحد النهار غيجي عندي مراد وغيقول لي انا بغيت نتزوج صافي، بغيت نجيب وليدات، ما بغيتش نبقى هكا ديما بلا ولاد ولا شي حاجه، احساس ما كيتوصفش نهائيا، والله ما كيتوصفش، لحقاش صعيب بزاف. السلام عليكم بنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. سمحوا لي بعدا اول حاجه كنطلع لكم وانا هكا مشكه، حيت لما درتش لكم فيديو دابا نيت ما غاديش نديرو، غندي نفلت بزاف ديال لقطات زوينين خصني نشاركهم معكم. مهم الصراحه ما عرفتش كيفاش غادي نبدا، ما شنو خاصني نقول في هذا الفيديو. بعدا اول حاجه بزاف ديال البنات كيقول لي فاطمه زهره غبرتي علينا بزاف، ما بقيتيش كدير معنا الفيديو بزاف وداكشي، فما كنقول لكم راه غادي نولي عاوتاني نولي اكتيف معاكم، نولي اكتيف في الفيديوهات، عاوتاني كنغبر دابا تقريبا شهر تقريبا وانا غابره، والصراحه والله ما لخاطري كنبغي نكون معكم اكتيف وكنبغي ندير معكم بزاف ديال الفيديوهات وعندي بزاف ما نبارطاجي معكم، ولكن كيجيو شي حوايج اللي صافي كان زعما كيشدوني على نبقى اكتيف معاكم وداكشي، ولكن دابا انا صافي رجعت ليكم. ما عرفتش كيفاش غادي نبدا الصراحه. المهم بزاف ديال البنات اللي عارفه القصه ديالي كيفاش دايره، عارفين بانه كان عندي مشكل ديال الوليدات، وشوفوا البنات انا دابا باقا ما عارفه والو، انا دابا يلاه كي جبت انا نقول لكم شحال جبت من تيست، عرفتوا راه ما يمكنش والله، عرفتوا راه واحد تخربيطه غتشوفوا في هذا الفيديو راه ما يمكنش. ومهم خصني نقاد كلماتي باش نعرف نهضر معاكم، لحقاش انا دابا شطراسي ما كنهضرش مزيان. كلشي البنات كاملين المتتبعات ديالي عارف المشكل اللي كاين اللي عندي مع الوليدات. انا البنات اللي ما عارفينش هو في 2021 كنت حامله وقع ليا مشكل وخسرت البيبي، من تما ولا عندي مشكل في اني نحمل مره واحده اخرى. من 2021 دابا تقريبا 2024 راه صافي قربت تدخل، وهو تقريبا دابا عامين ماشي عامين كتر 2000 ونحسبوش 2021 نحسبو 2022 2023 ودابا 2024 تقريبا دابا عامين ونص وما كاين لا وليدات لا والو، مخليت تبعت عند الطبيب، مخليت ما درت داكشي كامل اللي هذا درته، ولكن انا ما كنبارطاجيش في يوتيوب لحقاش بحال هادشي هذا، صافي وليت كنحتفظ به لراسي. ف شنو غنقول لكم، تخربقوا عليا هادشي، انا ديما في كل شهر كيكون عندي روطال، في كل شهر كيكون عندي احساس مخربقه، ولكن ماشي بحال دابا. سمحوا لي جاتني ابل قلت لكم ماشي بحال هاد الشهر عندي بزاف ديال الاعراض اللي في شكل بزاف، واللي انا ما كنتسرعش، انا ماشي زعما هذيك اي كنجيو كنتسرع وكنعطي احكام مسبقه، لا حتى كناخذ وقتي مزيان عاد كنشوف شنو كاين. دابا عندي الشك ديال 99%، ما نكذبش عليكم في واحد الوقيته كنت كنفكر كنقول صافي انا ما كنولدش نزوج، وهو شوف سبحان الله ربي كبير، قلت ما يمكنليش انا نظلم داك الراجل معايا، حقاش كنبقى نفكر شوفو حتى شي وحده ما كتبغي تجي عليها شي وحده اخرى، ولا خصوصا النفس ديال العيالات في شكل صعيب. غنقول لكم واحد الحاجه غادي تجيكم في شكل، انا ديما في راسي لداخل في راسي التفكير ديالي كنقول واحد النهار غيجي عندي مراد وغيقول لي انا بغيت نتزوج صافي، بغيت نجيب وليدات، ما بغيتش نبقى هكا ديما بلا ولاد ولا حتى شي حاجه، كنقول شنو غادي تكون رده الفعل ديالي، راه ضروري غادي يجي عندي واحد النهار وغادي يقول لي هاد الهضره هادي، كنقول شنو غادي يكون رد الفعل ديالي، اللهم انا نقولها له انا نكون متقبلاها، وانا نمشي نقولها له وانا زعما تكون شي حاجه اللي دايزه زعما على يدي، زعما نكون انا متقبلاها من بيني وبين راسي، ماشي ما نتقبلهاش نهائيا، فهمتوا؟ لحقاش راه اي جوج كيتزوجوا كيبغيو يجيبوا وليدات وداك الشيء، فاش غادي يكون مشكل واحد فيهم غادي الاخر غادي يبغي يدير حلو، غادي يبغي زعما يمشي ويتزوج، واخا مراد زعما هاد الافكار هادو ما تيدوروش ليه كاع في راسه، ولكن كنقول مع المده مع ملي غطول المده وداك الشيء راه يقدر يجي هاد الافكار في راسو، يقدر يبقى يدور له هاد الفكره في راسو وداك الشيء، تبقى باي بحال هكا مع راسي، تنبقى كتلقيني راني جالسه وانا راني ساهي ما عارفين وصلت. والله الا البنات زعما هذا صراحه احساس اللي احساس ما كيتوصفش نهائيا، والله ما كيتوصفش، لحقاش صعيب بزاف.
وقبل ما ندير معكم التيست غادي نقول واحد الحاجه، والله يسهل عليكم كاملين كاع اللي ولدوا كاع اللي باغين كاع اللي باغا ربي يفرحها بالذريه الصالحه، الله يسهل عليكم كاملين يا ربي. امين يا ربي يسهل عليكم ويا ربي يفرحكم، لحقاش انا عارفه بحق هذا الشيء، وشي حاجه اللي كتكون دايزه عليا كنعرف بحقها مزيان وكنعرف احساسها وكيفاش كتكون. الله يسهل عليكم كاملين. المهم كبيرات بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر من هكا، دابا غادي ندير تيست ونوريكم شحال خديت، شوفوا شحال واخده. دابا غادي ناخذ واحد منهم وغادي نجرب وان شاء الله يا ربي تفرحني. و يا ربي عرفتوا راه ما يمكنش انا شحال فيا ديال الخلعه، الا كانت شي حاجه اللي ما ك... الا ما كان لا حمل لا شي حاجه اكيد هذا الفيديو ما غاديش يتحط، و الا كانت شي حاجه ضروري غادي نحط لكم وضروري غادي نفرح معكم، لحقاش راه عرفتي شحال ديال الدعوات كيجيوني من عندكم. سير الله يسهل عليكم. المهم البنات ومشو ما ديوش على حالتي ودايره بحال هكا مدربله، ما ديوش عليا حقاش والله مخلطه عليا فرحه وخلعه وكلشي، فرحه وخلعه وكلشي. المهم خليكم معايا دابا غادي ندير التيست وعاد نولي نرجع نشوف معكم النتيجه. سلام البنات، غادي تشوفوني تبدلت عليكم وتقولي لي فاطمه زهره شنو واقع. المهم البنات من بعد ما كنت درت معكم التيست، دابا راه دازت 3 ايام بعد ما درت التيست باش كنكمل لكم دابا هذا الفيديو، دازت 3 ايام على دوك اللقطات اللي شفتو في الاول من بعد ما درت التيست معكم وداك الشيء، بلاصه ما نجي نبارطاجي معكم وهذا الصوره وقعت لي واحد الحاجه راه ما يمكنش. صافي فشو شدتني الخلعه والدهشه ورتي شدني لواحد الاحاسيس مخربقه. شنو طلع ليا في التيست؟ طلع ليا خط واضح بزاف وخط باهت باهت، خط باهت كما وقع ليا في الحماله ديالي الاولى، طلع ليا خط واضح بزاف وخط باهت. انا نوريكم دابا التيست باش تشوفوا. وها هو التيست البنات، شوفوا راه كاين خط واضح بزاف والخط الاخر باهت كيف ما وقع ليا في الاول، وعرفتوا راه ما يمكنش واحد الفرحه ويا ربي تكمل عليا وصافي. المهم انا غادي نكمل لكم الفيديو البنات باش تعرفوا شنو كاين بالضبط. غنوريكم التيست الثاني اللي كنت جربت قبل هذا بسيمانه، ها هو كنت جربت تيست واحد اخر قبل من هذا اللي وريتكم بسيمانه، وها كيطلع ليا، طلع ليا فيه غير خط واحد، ولكن هذا اللي جربت معاكم دابا هذه 3 ايام طلع ليا بحال هاك خط واضح بزاف والاخر باهت. صراحه واحد الاحساس اللي في شكل بزاف، وديك الساعه صافي ما بقيتش قادره نصور معاكم، ما بقيت والو حتى اليوم عاد قدرت باش نصور معاكم، والله واحد الاحساس في شكل بزاف بزاف. وصراحه المهم قولوا لي نتوما على حسب التجارب ديالكم، انا من قبل اسبوع دابا قبل سيمانه طلعها كيفاش خرج لي التيست، خرج لي فيه خط واحد، ودابا 3 ايام جربت معكم داك التيست الاخر خرج لي بحال هكاك. المهم البنات من بعد ما طلع لي بحال هكاك صافي عرفتوا جاتني الفرحه بزاف، وفي الحمله ديالي الاولى صافي طلع لي بحال هكاك، ومن بعد ما مشيت درت تحليله ديال الدم تحليله ايجابيه يعني كاين حمل، عرفتوا شحال كنت فرحت بزاف بزاف والله. ولكن دابا مازال ما مشيتش درت تحليله ديال الدم لحقاش مراد ما كاينش، وقلتها لمراد في التليفون عرفتوا راه ما يمكنش شحال فرح مسكين، وقلت له ما غاديش نعطيك امل زعما امل كبير بزاف، حنا مازال ما عارفينش. دابا شوف اول فيديو غادي تشوفوه بحال هكا يا في اليوتيوب، اول مره تشوفوا بحال هكا فيديو، شاركت معكم داك الشيء كيف ما هو، والله زعما داك الشيء كيف ما انا عشتو كيف ما عشتوه معايا نتوما نفس الشيء، زعما ماشي خبيت وعاد جا هو وعاد فاجئتو داك الشيء، قلت عليه في التليفون وصافي فرح بزاف. وعندي فيديو فاش كنت كنقول عليه وداك الشيء، ولكن ما خلانيش الصراحه نحط، والله ما خلاني، قال لي لا ما تحطيش، لحقاش هو ولات عنده واحد الحساسيه من جهه اليوتيوب الصراحه، والله ما كيبغيش يبان وما كيبغينيش انا انا تقول لي صافي ما تبقايش ديري فيديوهات بزاف والله العظيم البنات. ولكن الصراحه انا وحق الله تعزز عليا بزاف، واخا كنغبر عليكم كنبغي مره نطلع ليكم داك الشيء، والله تعزز عليا بزاف بزاف. ودابا كنشارك معكم هذه الفرحه ديالي، وبغيتكم تداو معايا حتىش اليوم غادي نمشي باش ناكد باش نتاكد، حيت اليوم غادي ندير تحليله ديال الدم حتى يجي مراد. دابا راه جاي مراد، ما كانش معايا ديك الساعه فاش درت التحليله فاش درت التيست وداكشي ما كانش معايا، وقلت حتى يجي باش نمشي انا وياه ما نمشيش بوحدي باش نديرو التحليله ديال الدم وداكشي. المهم داو معايا الصراحه والله مخلوعه بزاف، الا جا اليوم معطل ما غاديش نقدر نمشي اليوم، غنمشي غدا، الا جا اليوم معطل بزاف ما غاديش نقدر نمشي اليوم صراحه، راه بحال جلسه على الجمر خاصني فوقاش نمشي، ولكن صبرت حتى يجي، ومازال الاعراض عندي مستمره، مازال كلشي. شوفوا صراحه الله هادشي المراه كتحس به والله، ولكن نتمنى ويكون خير هادشي اللي كنتمنى. وغادي نحط لكم هاد الفيديو باش تدعوا معايا، غنحط لكم هاد الفيديو اليوم النيت باش تدعوا معايا، وباش والله دعواتكم كيوقفوا معايا في بزاف ديال الحاجات، شكرا لكم بزاف 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 والله.
ولهلا خداكم عليا وعارفكم تفرحوا معايا بزاف، وكنتمنى كنتمنى 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 يكون هذا الاحساس الداخلي ديالي يكون بصح، وان شاء الله نفرحوا انا ومراد. وما بغيتش الصراحه مراد يعيش معايا شي حاجه اللي انا كتبها عليا الله ويعيشها معايا هو، شي حاجه اللي كتبها عليا الله انا الحمد لله حمد ربي وشكرها ليها، ولكن هو هذاك الشيء اللي تيقول يقدر ماشي هو الاحساس ديالو الداخلي. الصراحه نقول لكم الصراحه هذا الشيء اللي تنقول له انا، وخاوتي يقول لي لا وهذا الشيء راه ما كاينش وداك الشيء، ما تقولوش ليا فاطمه زرا فيك الوسواس ولا تجيكم عجب حتى كنهضر بحال هكا، ولكن راه هذا هو الاحساس ديالي الداخلي. تنقول راه ربما واخا هو يكون ما كيبينش ليا، وخاو يكون كبير ليا بانه راه ما كاين والو زعما عنده عادي ومتعايش معايا، ولكن ولكن يقدر يكون الاحساس ديالو الداخلي كيقول حاجه واحده اخرى. كنقول يقدر يمل واحد النهار، يقدر ما عرفتش كيجيوني هاد الاحاسيس بزاف وما عرفتش، ماشي وسواس، ماشي وسواس البنات والله ما وسواس، ولكن تيجيني هاد الشيء لداخل ديالي تنقول ما نعرف ما ياك ما هو ما بغيش يخسر ليا خاطري، ما بغيش يقول ليا شي حاجه اللي تخسر ليا خاطري، ما بغيش يجرحني بشي حاجه ولا هذا، ولكن كنقول ربما الاحساس ديالو الداخلي يكون حاجه واحده اخرى، ربما يكون فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم. حنا العيله دايرين بحال هكا، تنبقاو نشكو في اي حاجه وتنبقاو ماشي شك، هذا ماشي شك، ولكن شي حاجه بحال دوك الافكار الداخليه اللي تكون عند المراه بحال هكا، كتبقاي تقولي ربما هي كيقول لي بحال هكا، ربما تيقول لي لا ما نقدرش نسمح فيك، ما نقدرش نتزوج، ما نقدرش ما نقدرش، ولكن هو يكون عنده افكار واحده اخرى. ماشي انا اللي كتبها الله هي اللي كاينه، ماشي زعما خايفه ولا شي حاجه، ولكن ما كنبغيش نعيش مع واحد الانسان اللي هو عنده كنبغي نعيش مع انسان يكون صافي من جهتي، صافي فهمتوا، يكون بصح داكشي اللي تقول لي هو اللي كاين. لا تبعتوني نصطيكم وحق الله، ولكن هادشي اللي تيجيني في راسي تنقول لكم الصراحه، هادشي تنقولو حتى المراد، ماشي زعما كنخبي عليه شي حاجه، تنقول راه هادشي اللي تنحس من جهتك، راه هكا تنحس وهكا تنقول، واش بصح هادشي ولا تقولي راه كتخربقي، راه هادشي ما كاينش. وانا ماشي جامعني معاك غير الولاد ولا شي حاجه، حنايا دوزنا بزاف ديال الظروف خايبين، بزاف ديال الظروف قاسيين، بزاف ديال الظروف اللي ماشي ساهلين، والحمد لله تجاوزناهم. فإلا كتب كيقولي لك كتب علينا الله زعما ما كانوش وليدات ولا شي حاجه، فما غاديش تكون ما غاديش تكون هذه هي النهايه ديالنا ولا هذه هي النهايه ديال زواجنا، بالعكس غادي تكون غادي نزيدو نتقواو اكثر، نشوفو حلول وحدين اخرين. وسبحان الله فاش كنت باغا نتبنى ديك الايامات اللي كنت قلت لكم وداك الشيء، ما تيسراتش ليا نهائيا، والله ما تيسراتش ليا حتى شي حاجه، ويقدر يكون هذا الشيء فيه خير الله اعلم، ما كنعرفوش شنو كاين. وما نكذبش عليكم، شوفوا الوليدات هما اللي تزينوا الحياه وحق الله، باش كتكون دارك عامره بالوليدات والهضره ديال الوليدات والصداع والمشاكل ديال الوليدات وهذا، كتكون عندها واحد الطعم واحد اخر. ولكن الدار اللي كتكون خاويه من الوليدات بحال دابا انا ومراد، مراد عاوتاني كيمشي يخدم مسافر هذا هذا، تنبقى بوحدي في الدار. فوالله الا كنت كنقول لي هاد الايام بغيت شي قطه تونسني والله الصراحة، والله العظيم الله يجعل هاد 2024 تدخل لنا بشي خبر اللي زوين بزاف يا ربي امين. وحتى الا ما كتبش سدا ربي غادي نحمد ربي ونشكره الحمد لله، ما يمكنش ليا نعترض على القضاء والقدر ديال سدا ربي، ولكن الا كان الاحساس ديالي غادي يخرج صحيح عرفتوا راه ما يمكنش شحال ديال الفرحه، ندير صداقه والله تندير صداقه، غندير صداقه الصراحه ونجمع فيها كاع الناس العزاز عليا. صراحة الله البنات شوفوا هاد الاحساس اللي كيعيشوه البنات اللي كيكون واقع لهم مشكل في شوفوا رابيتي بعدا باقي مرون دقه كيما فقت كيما جيت نهضر معاكم، قلت لكم هاد الاحساس اللي كيعيشوه البنات اللي كيكونوا ما كيولدوش ولا عندهم مشكل في الوليدات ولا هذا، ربي كيكون واخا ما كيكونوش كيولدوا ربي كيكون معوض لهم في حوايج اخرين والله، ولكن هاد الاحساس هذا ما تيحسوا به غير البنات اللي هكا بحالي ولا اللي واقع لهم مشكل ولا اللي كيحس انا حاسه بهم وعندهم نفس الاحساس. كيجيو بزاف البنات كيهضروا معايا عندهم نفس المشكل والحمد لله، والله واخا هي شي حاجه اللي قاصحه، والله شي حاجه اللي قاصحه بزاف، خصوصا الا كان الراجل
باغي وليدات كسر منك، باغي وليدات، باغي ما نكذبش عليكم، انا كنشوف راسي باغي وليدات بزاف وباغيهم يونسوني في الدار فهمتوا، كل بنت كتبغي تعيش داك الاحساس ديال الامومه، ولكن مرات كنشوفو كثر يعني بزاف، يقدر حيت هو كبر مني في لاج وما عرفتش علاش هو كثر مني في هذا الشيء، ما عرفتش علاش الصراحه كنشوفو كثر مني في هذا الموضوع هذا. ما عارف شنو نقول لكم، والله هادشي صراحه احساس كي احساس مخربق احساس مخربق، الله يسهل علينا. و الحمد لله انا كما قلت لكم الدار اللي فيها وليدات راه وليدات نعمه كبيره، والله الوليدات نعمه كبيره، وخا شوفوا ربي ما عطانيش وليدات هاد السنوات هادو، وهادشي اللي دوزنا احنا فوقاش نفوقاش احنا مع بعضياتنا 2020 2021 2022 2023 اربع سنين، دخلنا في خمس سنين، يعني خمس سنين واو ندري البنات عرفتوا راه الوقت كيدوز طاير ما يمكنش، والله عرفتوا الوقت داز طاير، والله ما يمكنش الوقت داز طاير، عرفتوا اربع سنين راه ما يمكنش، والله ما يمكنش ما يمكنش في شكل بزاف، والله والله حتى في شكل صراحه والله ما كان في هذه اللحظات هذو ما بقاش عارفه اش نقصني نقول صراحه. الله الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. شوفوا دابا هذا الوقت هذا كامل داز دغيا بالزربه، خصوصا دابا هذا العام الاخر معكم ما كنتش في اكتيف في يوتيوب وداك الشيء، بحال دابا استوعبت باننا داخلين استوعبت باننا راه داخلين في خمس سنين دابا، جاتني بيزاغ والله. فالحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. كما قلت لكم قبيله البنات وما كملتش لكم الهضره، واخا زعما تحرمت من الولادات السنوات هادو، ولكن ربي والله عوضني بزاف ديال الحاجات، عوضني في بزاف ديال الحاجات اللي بعد مرات تنسى هذا الموضوع هذا، والله ربي كيعوض، ربي كيعوض على 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 كل شيء، يقدر ياخذ منك حاجه ولكن كيعوضك في بزاف ديال الحاجات، والله ربي كبير الحمد لله. ف الله يرزق الله يرزقكم كاملين ذريه صالحه، كاع اللي باغا ذريه صالحه الله يرزقكم ذريه صالحه، وهادشي اللي تنقول لكم دابا ما غادي يحسوا به غير البنات اللي طايحين في نفس المشكل ولا عندهم مشكل في الولاد ولا داكشي، هما اللي غادي يحسوا بهذا المشكل هذا، لحقاش ماشي صراحه ماشي سهله، ولكن ضروري بالصبر، ما يمكنش في هذه الحياه ضروري خصنا نصبر، ضروري في هذه الحياه خصنا نصبر، هما الوليدات هما زينة الحياة وهما، ولكن شوفي دابا انا باقا صغيرة ودكشي، والصراحة والله تنحس بواحد النقص في شكل بعض المرات، ولكن والله اغلب الاوقات كنكون راضية راضية بالقضاء والقدر ديال سيدي ربي، وتنقول الحمد لله على كل حال، والله واخا بعض المرات تتقراي شي حاجة ما تتعجبكش تتبقي تبكي. انا الصراحه انا كما قلت لكم في بزاف ديال الفيديوهات، وانا مثلا ما كنديهاش في الهضره ديال الناس، كنعيش حياتي كيف ما بغيت، انا كنعيش حياتي كيف ما بغيت، نقدر فهمتوا كنعيش حياتي كيف ما انا بغيتها، فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم، ولكن فاش كتكون شي حاجه بصح ضارك وكيهضر لك على شي حد عليها تما كتضري الصراحه، الله صراحه والله كتكون بحال شي نقطه ضعف ديالك، فانا مش نقطه ضعف ديالي هي الوليدات، ولكن كدرني هذا الموضوع واحد شويه، كدرني واحد شويه صراحه باش نكون معكم صريحه، وراها باينه في عيني، باينه في عيني انا. الحمد لله على كل حال، يا ربي حبيبي تفرحني يا ربي، انا غنمشي وغادي نتاكد، وعرفتوا راه ما يمكنش ولا كانت شي حاجه الا كانت انا وكاين حمل بصح، حيت انا دابا التست راه شوفوا راه المره الاخرى في الاول في الحمله ديال الاولى كنت متاكده لحقاش، كنت بحثت في اليوتيوب وكنت هذا، وكنت منين شفت داك الخط باهت وخط الاخر واضح، كنت بحثت في اليوتيوب وداك الشيء، وفعلا طلع حمل فاش مشيت درت التحليله ديال الدم، طلع كاين حمل وطلعت ايجابيه التحليله، ودابا عاوتاني يا ربي يكون نفس الشيء ويكمل عليا سيدي ربي بالخير، هذا الشيء هو اللي كنتمنى يا ربي امين، هذا هو اللي كنتمنى صافي. امنيه ديالي ديال دابا بغيت ربي يسهل عليا ونمشي ونفرح، بغيت نمشي ونفرح، دابا انا باغا نمشي وخايفه، وقلت صافي تيجي مورا صافي قررت نمشي بوحدي. او
صافي البنات، مهم هذا الشيء اللي كاين، وهاد نبارطاجيت معكم شي حاجه اللي بحال شفتوها معايا، بحال كنتو جالسين معايا، والله شاركت معكم اللحظات كيف ما هي، كيف ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. والله ما بغيتش نشارك معكم التست فاش كنت كندير التست، حيت بزاف ديال الناس كيقولوا هذيك اللقطه ديال فاش كتكوني كديري التست وداك الشيء ما كيبغيوش داك اللقطه وداك الشيء، صافي فحيدت داك اللقطه. المهم هو شنو كاين وداك الشيء، وبغيت انني تعطيوني سميتو ديالكم، التجارب ديالكم، حيت كل وحده وتجربه ديالها بغيتكم تعطيوني واحد الامل قبل ما نمشي. احتاج لهذا الفيديو نحاول نحط لكم اليوم نيت باش ديو معايا الدعوات ديالكم. والله تعجبني الحال بزاف البنات فاش كيبقاو يديو معايا، وهذا والله تنحس بواحد الاحساس في الشكل، كنحس بحال نتوما عائلتي. شكرا لكم بزاف، فعليها باش غنحط لكم الفيديو اليوم باش تدعوا معايا وتمنوا لي الخير يا ربي امين. صراحه هذه ماشي شي حاجه اللي سهله، شي حاجه اللي صعيبه بزاف، احاسيس مخربقين بزاف ديال والله ما كنبقاش عارفه شنو خصني نقول. الحمد لله شنو كنت غادي نقول لكم. صافي هادشي اللي كنت باغي نقول لكم البنات، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم شنو كاين وكل شيء، وان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. ما بغيتش صراحه، عندي واحد الامل كبير، ما بغيتش تجيني شي خيبه امل ولا شي حاجه، فان شاء الله في الفيديو الجاي. ما بغيتش نطول عليكم هذا الفيديو لحقاش يجي مراد، خصني نمشي ونشارك معكم اللقطات ونشارك معكم كيف ما عيشتكم معايا الفيديو، كيف ما خصني نعيش معكم نتعيشوا معايا الفيديو اللي ان شاء الله غادي تكون فيه الفرحه الكبيره يا ربي امين. ان شاء الله غادي تكون فيه فرحه كبيره ان شاء الله يا ربي، انا متاكده. مصابره ما نوليش نغبر، ونمشي عاوتاني ما نولي نجي حتى الشهر الجاي عاوتاني ولا شي حاجه. فوالله العظيم حفزوني باش نبقى معكم في يوتيوب، والله حتى كنتوحشكم وكنبغي نصور معكم فيديوهات، وكيعجبني يوتيوب بزاف وحق الله كيعجبني يوتيوب. غير انا وليت كنخاف الصراحه، وليت كنقول فاطمه زهراء عندك تبارطاجي شي حاجه وتندمي، عندك فاطمه زهراء تبارطاجي شي حاجه وتندمي من بعد. فبقوه ما عندي بزاف ديال الحوايج نبارطاجيهم معكم، بقوه ما هذا الشيء كيبقى كنقول عندك تندم فاطمه زهراء عندك هذه عندك هذه، ما كنبارطاجي حتى شي حاجه والله العظيم. دعواتكم معايا ويا ربي ما نغبرش، يا ربي ما نغبرش. والله انا ملي كنشد شي فيديو معاكم ما كنبغيش نسالي، وحق الله كيعجبني نبقى نهضر معاكم لحقاش كنكون موحشاكم بزاف. تصوروا شهر ما كنديرش فيديوهات، تصوروا كنغبر بالشهر، بشهر ونص، ب 20 يوم، ب 25 يوم، والله حتى وليت كنغبر بزاف، وما كانتش ليا نهائيا من نهار بديت معكم يوتيوب عمرني ما كنت كنغبر بحال هكا. ولكن دابا بحال تعلمت بزاف ديال الدروس، ما بقيتش كنبغي نبارطاجي اي حاجه، وهذا كنقول ربما تندمي من بعد فاطمه زهراء، ربما هذه وربما هذه، فكنقول صافي حيد حبسي. والله يسهل عليكم، دعوا معايا، دعوا معايا، محتاجه دعواتكم اكثر من اي حاجه في هذا الموضوع هذا. الله يسهل عليكم، دعوا معايا باش ربي يسهل عليا يا ربي امين. وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وكنحماق عليكم، بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله نفرحوا فيه كاملين يا ربي امين، وتكمل الفرحه ديالي يا ربي امين. يلا بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، خليت لكم الراحه، بسلامه.